هناك من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يفعل شيئا من الدعوة وإنما قام بها غيره، فما حكم هذه المقولة؟ وهل صاحبها ممن يعتبر أخذ العلم عنه؟ هذا يجحد الأشياء الواضحة التي لا إشكال فيها، لا عبرة بها. أما منه مخبول عنده عقل يجحد الثوابت، وإما أنه عدو وينكر، ينكر من باب الحسد والتضليل للناس. ما قام به الشيخ شيء واضح لا إشكال فيه، وآثاره باقية ولله الحمد. نعم، فلا يلتفت إلى هذا السفيه الذي يقول هذه المقالة. هذا إما أنه جاهل ولا يجوز أخذ العلم عنه، وإما أنه ضال ولا يجوز أخذ العلم عن أهل الضلال. نعم.